دالة الجذر من الرتبة n. نعتبر x تنتمي إلى r زائد. إذن الجذر من الرتبة n ل x هو يساوي x أس 1 على n. مثلا الجذر من رتبة n ل x أس m هو x أس m على n. m تنتمي إلى z، يمكن أن تكون موجبة كما يمكن أن تكون سالبة. نتائج: الجذر من رتبة n لx الكل أس n يساوي x أس n على n، يعني x أس 1، إذن تساوي x. الجذر من رتبة 2 لx هو الجذر الذي نعرفه هو جذر مربع x. الجذر من رتبة 1 لx هو x أس 1 على 1 هو x. ملاحظة: الجذر من رتبة n ما هو إلا قوة أساسها x وأسها 1 على n. إذن قواعد الحساب، قواعد الحساب حول القوى، حول القوى الجذرية. لماذا قوى جذرية؟ لأن m على n هو عدد جذري، m على n هو عدد جذري. إذن قواعد الحساب حول القوى الجذرية هي نفس قواعد الحساب في القوى النسبية الصحيحة النسبية. نمر إلى التطبيقات. لفهم الجذر من رتبة n، أولا تبسيط الكتابة: الجذر من رتبة 3 لـ8. إذن حسب القاعدة السابقة، الجذر من رتبة n لx هو x أس 1 على n، إذن تساوي 8 أس 1 على 3. 8 أس 1 على 3، 8 هي 2 أس 3، إذن 2 أس 3 الكل أس 1 على 3. هي قواعد القوى، نطبق قواعد القوى، هي 3 في 1 على 3، إذن 2 أس 3 على 3، إذن 2 أس 3 على 3 هي 1. إذن الجذر من الرتبة 3 لـ8 ما هي إلا 2. تطبيق 2: حل المعادلة. حل المعادلة: x أس 5 تساوي 32،
ملاحظة، لدينا الأس فردي واثنين وثلاثين موجبة، إذن لابد لإكس أن تكون موجبة. عدد موجب أس عدد فردي يعطي النتيجة موجب، لكن إذا كانت إكس سالبة والأس فردي فالنتيجة تكون سالبة. إذن إكس أس خمسة تساوي 32، هذا يستلزم بأن إكس أس خمسة أس واحد على خمسة يساوي 32 أس واحد على خمسة، يستلزم بأن إكس تساوي خمسة، 32 هي 2 أس خمسة، كل أس واحد على خمسة، أن يستلزم بأن إكس يساوي 2. إذن حل معادلة إكس أس خمسة تساوي 32 هو 2. ثلاثة، معادلة أخرى يكون فيها الأس زوجي، إكس أس أربعة تساوي 81. إذن لدينا الأس زوجي، الأس زوجي، إذن إكس يمكن أن تكون موجبة كما يمكن أن تكون سالبة، إذن إكس يمكن أن تكون موجبة كما يمكن أن تكون سالبة. هذا يستلزم بأن إكس تساوي جذر من الرتبة 4 هي 81، أو ناقص إكس تساوي جذر من الرتبة 4 هي 81. هذا يستلزم 81 هي 3 أس 4، إذن إكس تساوي الجذر من الرتبة 4 أ لثلاثة أس أربعة، أو إكس تساوي ناقص الجذر من الرتبة أربعة لثلاثة أس أربعة. إذن الجذر من هي ثلاثة أس أربعة على أربعة هي ثلاثة، إذن هي ثلاثة، أو إكس تساوي ناقص ثلاثة، إذن إكس أس أربعة تساوي 81. رابعا، تبسيط كتابة، تبسيط كتابة، مثلا أ تساوي الجذر من الرتبة جوج، الجذر من الرتبة مثلا خمسة لستاش، إذن ستاش، ستاش هي جوج أس أربعة، قلنا من الجذر من الرتبة خمسة أس واحد على خمسة، من الرتبة اثنان، من الرتبة الجذر من الرتبة اثنان، إذن من الرتبة اثنان، الآن من الرتبة اثنان، إذن أس واحد على اثنان. قواعد القوى، إذن هي جوج أس أربعة في واحد على خمسة في واحد على اثنان، إذن هي بعد الاختزال هي جوج أس جوج على خمسة، إذن تساوي الجذر من الرتبة خمسة لأن المقام لدينا خمسة، جوج أس اثنان هي أ. نكون قد بسطنا العدد أ. مثال خمسة، خمسة
خامسا نعتبر الدالة f لي x تساوي جذر من الرتبة 3 لجوج x ناقص 6. مجموعة التعريف الدالة f الدالة f حسب تعريف جذر من الرتبة n ما بداخل الجذر يجب أن يكون موجبا. إذن جوج إكس ناقص 6 موجب يكافئ إكس أكبر أو يساوي 3. إذن دل إف هو 3 زائد ما لا نهاية. اتصال بنفس طريقة الاتصال بالنسبة للجذر سنرى الاتصال بالنسبة للجذر من الرتبة 3. لدينا جوج إكس ناقص 6 موجبة مهما يكون إكس ينتمي إلى المجال 3 زائد ما لا نهاية. و إكس جوج إكس ناقص 6 متصلة. إذن إكس تعطي الجذر من الرتبة 3 جوج إكس ناقص 6 متصلة على 3 زائد ما لا نهاية. الاشتقاق لدينا جوج إكس ناقص 6 موجبة على المجال مفتوح. الآن المجال مفتوح مجال مفتوح 3 زائد ما لا نهاية. وسنرى في قابلية الاشتقاق لماذا فتحنا عند 3. و إكس تعطي جوج إكس ناقص 6 قابلة للاشتقاق على 3 زائد ما لا نهاية لأنها دالة حدودية. إذن إكس تعطي جذر من الرتبة 3 جوج إكس ناقص 6 قابلة للاشتقاق ومنه f قابلة للاشتقاق على المجال مفتوح 3 زائد ما لا نهاية. الآن حساب f بريم حساب f بريم لx لدينا f لي x تساوي جوج x ناقص 6 أس 1 على 3. تذكير قواعد الاشتقاق e أس n الكل بريم تساوي n e بريم في e أس n ناقص 1. إذن f بريم الكل بريم تساوي لدينا n هي 1 على 3 إذن 1 على 3 في e بريم جوج إكس ناقص 6 بريم في إي أس إن ناقص 1 يعني جوج إكس ناقص 6
الكل أس واحد على ثلاثة ناقص واحد. شقاق جوج إكس ناقص ستة هي اثنان، إذن يبقى لدينا اثنان على ثلاثة. جوج إكس ناقص ستة، واحد على ثلاثة ناقص واحد هي ناقص جوج على ثلاثة، إذن تساوي جوج على ثلاثة. الجذر من الرتبة ثلاثة لأن المقام ثلاثة. لدينا أس ناقص جوج تصبح في المقام جوج إكس ناقص ستة أس اثنان، ونكون قد انتهينا من حساب الاشتقاق على المجال المفتوح ثلاثة زائد ما لا نهاية. إذن دائما إكس تنتمي إلى المجال المفتوح ثلاثة زائد ما لا نهاية. الآن قابلية الاشتقاق، قابلية اشتقاق F في ثلاثة على اليمين. دائما هذه التمارين للتمرن على الجذر من الرتبة N. إذن قابلية الاشتقاق نحسب الليميت F لـ x ناقص F لـ 3 على x ناقص 3، x تؤول إلى 3 زائد تساوي ليميت x تؤول إلى 3 زائد، لدينا F لـ 3 هي 0، إذن يبقى لدينا الجذر من الرتبة 3 جوج إكس ناقص ثلاثة، جوج إكس ناقص ستة على إكس ناقص ثلاثة. نلجأ إلى قواعد القوى لتطبيق المرافق من الرتبة ثلاثة. لدينا أ أس واحد على ثلاثة هي أ على أ أس جوج على ثلاثة، طرفين في الوسطين، أ أس واحد على ثلاثة في أ أس واحد على ثلاثة في أ أس جوج على ثلاثة هي أ أس واحد على ثلاثة زائد جوج على ثلاثة هي ثلاثة على ثلاثة، إذن تساوي أ. هذا للتأكد من القاعدة. الآن سنطبق القاعدة، تساوي ليميت x تؤول إلى 3 زائد أ هي جوج x ناقص 6، إذا نعمل جوج عامل لـ x ناقص 3 على x ناقص 3، عملنا جوج x ناقص 6 التي هي أ الجذر، إذا أ أس جوج على 3 هو الجذر من الرتبة 3، أ هي جوج إكس ناقص ستة الكل أس اثنان. قلنا الجذر من الرتبة 3 لأ هو أ على الجذر من الرتبة 3 لأ أس اثنان، إذن تساوي نختزل هو الليميت x تؤول إلى 3 زائد نختزل ب x ناقص 3 في البسط يبقى 2 على الجذر من الرتبة 3 لجوج x ناقص 6 الكل أس 2. إذن الليميت f لـ x ناقص f لـ 3 على x ناقص 3 x تؤول إلى 3 زائد يساوي جوج، لدينا المقام هو موجب و 3 تعديم المقام، ولدينا المقام قلنا موجب، إذن تساوي
صفر زائد جوج على صفر زائد هي زائد ما لا نهاية. إذن ليميت f لي x ناقص f لي 3 على x ناقص 3 x سأول إلى 3 زائد هو زائد ما لا نهاية. إذن f غير قابلة للاشتقاق في 3 في 3 على اليمين. أكثر النتيجة